عجبتك ريحتها؟ مع الهيل طيبة كتير. شكرا. يوم السبت عيد ميلاد كينان. بالله؟ هاي السنة رح يحتفل بعيد ميلاده برات المشفى. كيف يعني؟ السنة الماضية كان عامل العملية جديد وكان لساته بالمستشفى. يا حرام كيف؟ بإيده السيروم والدكاترة والممرضات حواليه، كتير بزعل. لازم نعمل له حفلة كبيرة ونحتفل كلنا. عن جد؟ طبعا. كتير منيح، شهرزاد رح تكون كتير مبسوطة. شو بدنا نعمل؟ تعال نفكر بشي شغلة. منى، كينان وضعه منيح؟ ايه طبعا، ما ضل في شي بعد العملية. والله اللي مر عليها كتير صعب، اللي شافته بمرض كينان مو قليل. ويلا تلاقي النقي المطابق من جهة، ويلا حالة ابنها اللي عم تدهور. والله لو ما لقيت ناريمان لا سمح الله كان راح الولد. كان وضعه سيء. اي والله، الأمومة حالة كتير غريبة كرم. شهرزاد دبرت 200,000 دولار مشان العملية، مو سهلة. وشلون التموا معها ما بعرف. قالت لي شلون لمتهم قرش قرش من ما عارفها. والمسكينة ما لحقت تفرح حتى انتزعت علاقتها مع أنور بيك بآخر لحظة. انسى، رح اتصل بشهرزاد مشان إلا ما تعمل شي. دقيقة، خلينا نتفق شو بدنا نعمل بعدين بدي إيلا. طيب قلي شو رح نعمل؟